رحمة الله، تفضلي. الله يجزاكم خير على هذا البرنامج. شكرا لك، تفضل. حابة أسأل الشيخ بخصوص الطهارة، طهارة المرأة. نعم، يسمعك. يا شيخ، أنا أحيانا أطهر قبل أذان الفجر أو أحيانا بعد الساعة 12 ليلا، يعني هل أصلي المغرب والعشاء أو يعني أكتفي بالصلوات التي تأتيني؟ بعد 12 ليس وقت صلاة، ولا ومع أذان الفجر من باب أولى، تستقبلين اليوم الجديد بطهارتك، فليس لزاما عليك أن تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل على أكثر المذاهب. فعلى هذا لو كان بعد 12 فإنك طهرت في غير وقت صلاة، ولهذا الله عز وجل خص الفجر لوحده ليس مسبوقا ولا ملحوقا، قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه أربع فروض متتابعة، يخرج وقت يدخل الآخر، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا غابت الشمس خرج وقت العصر ودخل المغرب، وإذا غاب الشفق خرج المغرب ودخل العشاء، فإذا انتصف الليل فلا صلاة فريضة إلا لمن نسيها أو تركها أو ما أشبه ذلك، لكن ليس عليك صلاة، هذا المقصود من الإجابة.